تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لقاءكم الرياضي البطولة على شادة FM كل يوم من 2 الجمعة 3:30 حتى 5. كابتن فخر الدين رشحي، أهلا وسهلا. أهلا أخ منير، وتحية جميع صديقين وصديقات البرنامج، وجمعة مباركة على جميع المسلمين. على جميع المسلمين جمعة مباركة، وتحية لكل المستمعين ديالنا، وتحية لكل المشاهدين على قناة شادة FM في اليوتيوب. والله يطفى خويا منير في داكشي اللي واقع دابا في أوكرانيا. وكاين شي مؤشرات كنظن انه كاين شي حلول لدوك الوليدات، راه غيتم التحيد من الدول المجاورة. عندنا مغاربة تمايا، وما نقولوش عندنا مغاربة، الإنسانية كاين بزاف ديال الله يرضي عليك. كاع الناس، أنا كنصنت البارح في الإذاعات جميع القنوات كتتندد بانه ما بقاش، يلا بنادم خرج من كورونا، ماشي خرج، باقي بنادم تيقاسي مسكين. ما حتى واحد ما كيتمنى الحرب منير، فنتمناو ان شاء الله على الله سيدي ربي، الله يلطف، الله يلطف بينا، الله يلطف. ما تبغيش تشوف داكشي، الله يلطف بينا. ما حاور حلقه اليوم طبيعه الحال جوله اخرى من جولات المشاركه المغربيه ديال الانديه في المنافسات الافريقيه، ثم البطوله الاحترافيه في الدوره ديال 19، بعض المباريات اللي غتجرى نهايه الاسبوع، منها واحد المباراه غادي تنطلق مع الربعه ان شاء الله ديال اولمبيك اسفي والفتح الرباطي، فيها حتى هي ما يتقال، غادي نعطيكم واحد الخبيرات حتى هي فيها. ثم القرار ديال عوده الجماهير، غادي نهضروا غير ونعطيوا راينا انا وفخر الدين. عوده الجماهير البارح كان قرار، واش بهذيك السرعه باش جا غادي يقدروا هاد الانديه اللي غادي يلعبوا اليوم يسيروا، ثم شنو الانعكاسات ديال عوده الجماهير على اللعابه، لانه اللعابه راه كيف ما كان الحال كاين اللي ما شافش الجمهور هادي عامين. كيفاش غادي يكون رد الفعل؟ واش غيكون على حساب الدهن، على حساب الدهن الدهن الدهن، يعني مجموعه ديال الاشياء، الدهن ديال كل لعب، لان الجماهير راه ماشي شي حاجه ثاني سهله. غادي نناقشوا هذا الموضوع غير بشويه. بدايه انا بغيت نسولك، واش شفتي البارسا البارح مع نابولي؟ لا منير، كنت بغيت نسولك على الشكل ديال البارسا الجديد. كيبان لك ما تفرجتش باش ما نكذبش على الناس ونكذب على راسي. مولا كشتيني عاودت لك فين كنت. انا تفرجت في هذاك الماتش ديالك، كنت كندير شويه محاربه الشيخوخه. اش محاربه الشيخوخه؟ واش اللي كاين؟ انا وصلت بعد الشيخوخه. واش اللي كنديروا دابا؟ ملي كنتلاقى مع شي واحد تنقول لي كدير محاربه الشيخوخه، لا ملي كتفوت واحد لاج تقول لي راه كتريني. لا لا، شي قاعد يترينا ولعب الكره الشيخوخه باقي كتكون بعيد عليه. أو صحة تاجة منير فوق الراس ديال أي إنسان. غير بغض النظر على واش شفتي المباراة ولا ما شفتيهاش، تأهل البارسا على حساب نابولي، لعبوا البارح لعبوا مزيان، تزيدها على دوك لي بريستاسيون في لي ماتش. واش ما كيبانش لك، اسمح لي قاطعتك منير، ما كيبانش لك منذ التحاق تشافي؟ راه هادشي اللي بغيت نسولك. أنصدق أنا اللي غنجاوبك دابا ولا؟ إيوا أنا دابا ما عنديش. بغيت نسولك، عرفتك أنت سولتيني وأنا غادي بغيت عرفت واش داروا شكل جديد. بغيت نتشاور معاك. لا لا ما تشاورش معايا في هادشي. عرفتي علاش منير؟ واش ما كيبانش لك منه المجيء ديال تشافي هو اصلا بعد الاختيار ديال المدرسه ديال الدار، ديال الدار ديال حنا لا دي ان كيف كنقولوا حنا، باش كنلعبوا حيت هما رجعوا داروا تاريخيا دوك يتكلموا لقاو العهد ديال كريف كيفاش السيستم اللي كان دار وهذا وهذا. اذا انا كنقول تشافي منير ما يمكنش ما يبقاش غادي تدريجيا حتى يلقى ذاك الخلطه اللي تنقولوا حنا اللي غادي تعطي البرسلون النكهه ديالها والقوه ديالها بامكانيات ان جوور بعدا اللي دا هذه قلت لك ذاك النهار، ولكن كومونترينر باقي وكيف البارسا كيف كان جا رايكار وجا كومان وغوارديولا وهذا. انا كيبان لي منير بانه انريكي واحد العدد كبير ديال المدربين تشافي ما كنقولش انا بانه اكسبيريمونتي اكثر من لازم، ولكن عنده ما يعطي البارسا من ناحيه كل ما هو تقنيه منير، الشوفه ديالو الاختيارات كاين منير، لان انا كنلاحظها مؤخرا المباريات ما كتشابهش. شفت المباريات الاولين كنت باغي نشوفهم الاتحاق ديال تشافي كان باقي ليكيليبر ما كاينش، ولكن دابا غادي يبقى بشويه دابا الاتحاق لعب بحال اوباميونغ بحال اداما تراوري لعبه اللي علاش دار هو؟ علاش دار؟ اي واحد منير ما يزعمش يلعب بكل شيء صغير اكتب كذب اي راه شوف اللي جاي غادي نقول لك انا اللي جا وقال المكتب غندخل لكم على الدراري الصغار انتحار انتحار وعاودوا راسكم. انا هذا اوباميونغ شبهان كره منير في الانجليز. اذا هو اش دار؟ كيجيب دابا اللعابه اللي غادي هما اللي غيجروا ليه صافي يا منير
القافله هاجروا القافله هما اللي غادي هو اللي هو اشاك فوا يقدر يدخل دري ديال 18 و19 و20 ولكن غير لقى الناس اللي غتجروا باقي بوسكيس باقي واحد العدد كبير ديال اللعابه باقي مهم خالفيس ما كاينش في ما عليناش لكن مونير هادو هما اللي غادي يساندوا هذوك اللعابه فكان في بارسلونا البارح ربحوا نابولي ب4 انا الماتش اللي شفت اللي حصل في الاخر حيت كيتعطلوا هو الارسنال مع وولف سميتها وولفرهامبتون ولا فوالا وهذاك الماتش عاوتاني حتى هو من 1-0 جوج لواحد جوج لواحد الدوري الانجليزي شفت عاوتاني عندك الماتش بريمير ليغ هذاك تشوف داك لا غازيتا مونير ملي مارك هذاك البيت كان غير 6 البيت الثاني وتشوف ارتيتا كيفاش كيعبر في سير لو بون كيفاش كيوقف وكيجري ولكن من بعد هزيم كنتي من هازم يمكن شي 75 مونير ولا 76 درتي تعادل وحتى الاخر وماركيتي دوزيام بوت انا كيف كنقول لك المباراه ما كتساليش تيك صفر لاربيت في 95 مونير 100 وجوج والله باقي الجري وباقي فمن بين نتائج هزيمة سيفيا أمام دينامو زاغريب 1-0 الفوز ديال أتلانتا خارج الميدان على أولمبياكوس 3-0 ولايبزيغ اللي ربحوا على برا ريال سوسيداد 3-1 ثم التعادل ديال لاتسيو مع بورتو 2-2 التعادل ديال ريال بيتيس مع زينيت سان بيترسبرغ 0-0 التعادل ديال غلاسكو مع بروسيا دورتموند 2-2 وتأهل سبورتينغ براغا ببينانتيات على حساب شريف تيراسبول 3-2 مارسي مارسي في كونفرنس كونفرنس مارسي ربحوا ب 3-0 كنظن كاراباخ ديال أذربيجان فهذه هي النتائج ديال الاوروبا ليغ اللي تلعبات البارح في انتظار ان الادوار المقبله هي اللي غادي تعرف اللي غادي تعرف من غادي مازال غادي تكون مواجهات اصطدامات ديال تشامبيونز ليغ ديال شحال هذه بتواجد مجموعه ديال الانديه البارح خرجنا من هنا سيدي كان واحد القرار كان واحد البلاغ ديال الجامعه ملي خرجنا ديال عوده الجمهور استقبال عزيز اخ نوش سمعت هذيك الساعه بدات كدور دينا حنا كنتسالوا واش دابا واش من بعد بلاتي سمعنا في 5-5 غادي فجاه حتى كيقول لك راه كاين اللقاء ديال رئيس الجامعه مع رؤساء الانديه وبالزربه هذا الشيء وبدايه من اليوم الماتش اليوم الرجاء مع وبدون قيود هذا إلا كان بدون قيود ستادير علاش كنا سادين حنا شحال هادي شوف انا هذا الخبر فرحني والله فرحني عرفتي علاش لا هو شي واحد القضيه باش نوضحوا الموقف ديالنا حتى حنا فرحني غيفرحك انت غيفرح جميع لانه هو اصلا ملي كتشوف ملاعب خاليه كتبان لك كورونا رغم هي ما كايناش في الدار وما كايناش في الطاكسيات وفي الطوبيسات وفي الزنقه وفي القهاوي كتحس راك انت جالس ولكن اي فوا كتمشي للماتش وتشوف الرياضيه ناقله الماتش بدون جمهور كتكون عندك شويه الكآبه تداعيات الجائحه كتشوف كتقول والله باقي عندنا هذا ولكن دابا الحمد لله ملي غتشوف هذاك الدفء انا نقول لك واحد القضيه بعدا شتي اي ديسيبلين بدون جمهور ما كتسوى والو راه واخا تقول لي اللي قلتي يا موني لا راه حيت راه اي ديسيبلين سبيكتاكل الله يرضى عليك راه ما يمكنش انت على الخشبه وزيرو متفرج راه طرات هذه كي غادي راه وقعت لنا العام اللي فات كتعبر لما كتعبر راه طلبوا منا نقدموا عروض قدام الفرنسي فارغه لا والله الا قدمنا مازال كنت قابلتو مع مرايات مزيان شويه تقولوا بحال راه والله العظيم الا قدمنا احنا مجموعه الفرق ولا كتشوفوا وجهكم غير باش قال لك باش الوزاره توفى بالالتزامات وداك الشيء انا نقولها مع كامل احتراماتي اي ديسيبلين اي ديسيبلين مونير بدون متفرج ما عندكش الحماس ما عندكش الكذب عليك انا كفخر الدين اللي عشت في الرياضه طول حياتي منذ الصغار ديالي وانا كيتفرجوا فيا الناس نجي اليوم ونقول لك لا راه تعودنا وحقه الجمهور لا خويا الجمهور شي حاجه اللي هي ضروريه لهاد الفرق الانديه المغربيه كامله والفات على انها كتدخل كتشجع كتعطيك واحد هو على الجمهور كيجي وكيتسمى اللاعب رقم 12 ورقم واحد بعد مرات دابا راه ولا دابا راه رقم واحد رقم واحد كان اللاعب 12 ملي كانوا نيت كيديروا ما دابا راه ولا هو خصو من الاول يدخل هو اللي كيشجع كيدير فكان تنتمنى انا كنقول بانه الحمد لله اللهم لك الحمد نتمنى خير انايا نتمنوا خير ونتمنوا استمراريه ونتمنوا على انه ما يوقع حتى شي حاجه ان شاء الله انا المؤشر اللي خديت هو انه بما انه جا القرار تخدم واحد القضيه اخرى ما ننساش واحد القضيه القرار تخالف في واحد الوقت لانه جايه واحد المباراه حاسمه ديال المغرب ضد الكونغو الله ديك الساعه واش قريتيها ولا ما قريتيها لا انا عندي واحد القراءه اخرى
اشنو هي؟ عندها علاقه بالدوله كاع. دابا المغرب من لو 2 مارس 2020 قبل كان ديما داك الحضار المبكر كري يعني سلا هاد الشيء ودخلوا الجماهير للدول وتفتحات وحنا باقي بقينا كنزيديو ملي بهذه السرعه قالوا طلقوا داك الشيء كتقول يمكن حنا الحمد لله دابا البلاد بدات كتخرج من هاد لا الحمد لله بدات كتخرج من شي حاجه سميتها الجائحه هو جائحه ولا ميكرو كانوا صراحه هذا اللي قال لك راه غادي يكون ارتفاع وغيكون كان وتصاب به كل شيء تقريبا كاين شي مغربي ما كتسلمش عليه كيقول لك راه دوزت ما كيقولكش دوزتو ما يكذبش عليك شي واحد انا الحمد لله اليوم ما عرفنا واش دازت ولا ما دازتش ما كتعرفش اليوم الحمد لله اللهم لك الحمد الدوله حنا كنا كنقولوها الدوله ماشي هي لا فيدراسيون الدوله هي الدوله هي الاجهزه لان الشيء البلاغ راه استقبال رئيس الحكومه ما يمكنش امونيا ما يمكنش هادشي يتخذ قرار هاكاك تجي انت راسك وتجلس ودير هذه مساله ديال السلطات العليا الحمد لله ودير سميتو البلاد اليوم الحمد لله بخير ترونكيل اخذوا قرار مزيان حنا اللي كنتمناو امونيا ان شاء الله عوده ميمونه ان شاء الله الجماهير كلها ديال المغرب كامل وخصوصا غيبداوها من اليوم بمقابله الفريق الرجاء مع حريه مقابله الفريق الوداد والزمالك الله خير وماشي شي وحدين اللي غرباء على الملاعب انا اللي كنتمنى عليكم النظام ان شاء الله ونمشيو مع النظام ديال اللي خرجته سميتو الا كان 40 50 30% لا غير محدود عا كنقول لك انا زعما اللي قالوها لكم سيروا غادي هذه بدايه مزيانه جيده غير محدود وما كاينش باس فاكسينال فقط غير المصورين اللي غادي يكونوا في ارضيه الملعب هما اللي خصهم بي سي ار باش يدخلوا لان غيكون عندهم غادي يتقابلوا مع اللعابه غيكون عندهم كونتاكت مع اللعابه ما باقي المسائل مزيان انعكاسات ديال هذا الشيء على ودابا دابا اعطيني خاطرك وهاد العدد كبير ديال اللاعبين منير ما متعودينش على انهم حدا 41000 ولا 50000 ديال الجماهير ان انت ولفتي هذه واحد العامين كتلعب ترونكيل كتضيع كره تقدر تضيع جوج تضيع ثلاثه ما كاين حتى شي مشكل تقدر يتسجل عليك وتقدر تحدي مومون لي تيران دابا هذه بالنسبه للعابه اللعابه التيران خاوي ما كتبقاش دابا لا بريسيون تزاد على اللاعب انا ملي كندوي على اللاعب كندوي بشكل عام نعطيك واحد السؤال فيه تحرميات شويه ولا سميتو لا بريسيون غتزاد على المدربين بلاش خليني في اللعابه بعدا واحد السؤال فيه تحرميات ما غاديش يبان مع الجمهور اللعابه اللي سالتين لا هو دابا صافي ما كاينش دابا شوف هاد الجماهير المغربيه تتساندك لا اللي سالت غيبان سنتيمون كتدخل معاك تتساندك ولكن عرفت شنو تقول ولكن اون فوا بنادم تيغلط وكيدير ما كيخليوكش حيت دابا صافي دابا كنقولوا حنايا ملعب مرايا هاد الايامات ديال كورونا ما كانش مرايا كان تو التلفازه مرايا عفت التلفازه دايز الامور ما كاينش دابا عندك مشكل دابا كاين دابا كيف كنقولوا حنا هتافات كاين الناس كتصفر تقدر دير هذا دابا الشيء في ورقه القديم دابا حتى المدرب سير لو بون كتصعب عليه الامور دوز ديال المدرب دابا كتصعب عليه الامور مع نذكر واحد الرقم هذا كاين شي مدربين اللي جاو دربوا رجل الوداد في هذه الاوينه ما تحتش لهم فرصه يشوفوا الجمهور شوف الجمهور كاموندي جا درب الوداد هو والستاف ديالو ما شافوش ما عاشوش مع الجمهور لسعد جرده جا درب ما شافش الجمهور مارك فيلموتس مشى حتى هو ما شافش الجمهور حيت هذيك التعبيرات اللي كانت كتعبر في الفيسبوك لا بليبار في دابا غادي تعبر داخل على ارضيه الملعب واش فهمتيني اش بغيت نقول لك دابا كاع داكشي اللي كان بنادم ما كيقدرش هذا لانه مسكين ما كيدخلش للتيران مقلق وداكشي ولكن دابا لا دابا شتي المدربين منير سير لو بون قبل ما يدير شونجمون غتولي عنده مليون مطرقه في راسه راه دي فوا كيشوفوا الجمهور كيشوف اللعاب ناض كيسخن وما تي ما هو ما هو الجمهور كيقول لا ماشي هذا فوالا ولا شاف شي واحد خارج وما خصوش يخرج كيعطي الراي ديالو ديك الساعه كيعطي الراي ديك الساعه كيحتج وهذا هو الحلاوه ديال هاد الجماهير اللي عشنا معاها حنا شي مدربين اللي انت كتعرفهم دابا في البطوله كيفاش غيكون التعامل غيتعذبوا نقول لك امونير نقول لك الحقيقه راه لو بون راه صعيب راه ملي كتكون جالس كتموض وترجع تموض وترجع وخصك تهضر واش منير واش فخر الدين واش منير واش فخر الدين كتبقى كيولي ليزيتاسيون كدير اما ملي كنتي كتلعب ترونكيل بوحدك ساد عليك حتى واحد ما كيهضر معاك واش كيقول تيقول كاع الا كان شي كريتيك راه غادي يكون في تيسالي الماتش يكون في التليفون صافي ولا غادي يدوز دابا لا دابا البيبليك كيعبر
راه شتي البارح هذاك السيد اللي عيط البارح مسكين كيفاش كان كيهضر هذاك اللي قال لك انا راه ما تغديت ما تعشيت ما الحرقه مسكين ديال هذا بعد على انا السي عبد الاله زوين انا متفق معك راه هذا الجانب الاخر ديال قال لك بوكو با دير كو لو بوبليك سورا اون موتيفاسيون بور لي جوور هي سي اون موتيفاسيون حنا هضرنا غير على كاين شي لعابه كاين شي لعابه اللي هاد العامين ما عاشوش الجمهور السي زوين اخويا لا لا هنا ما كان كان كيموتيفي في لي جوور راه ما دخلناش حنا في لو كوتي لا لا نيجاتيف اما هذا هو في لو كوتي بوزيتيف النيجاتيف اللي سولني عليه منير بغينا نوضحوا لك بانه راه الجمهور راه عنده الحمد لله ديما كان بوزيتيف ولكن راه كاين شي لاعبين وهما بزاف في البطوله الوطنيه اللي تلقاو صعوبات في التعامل مع الجمهور اكثريه ديال اللاعبين جابتهم الوداد والرجاء ما تقدرتوش ما تقدرتوش علاش لان لقاو تدخلات من الجماهير اللي كتبغي اكثر يمكن فرقتك كتضيع 20 كره اوكي ملي كتجي هنا اما الوداد والرجاء خاصك تضيع وحده ولا جوج بارك وكذلك شان بالنسبه لواحد المجموعه المدربين ما عندي ما نسالك كانوا فرق اخرى برا اقل ضغط بخير أقل ضغط ولكن الدار البيضاء هادشي معروف هادشي واحد دابا السي عبد الله الزوين باش ما نكونوش حنا راه ماشي اليوم الحديث ديالنا هو رجوع الجمهور غادي يكون نيجاتيف بالعكس الحضور راه بوزيتيف انا قلت لك في الاول كون سمعتيني قلت لك انا كفخر الدين عشت مع الجمهور غير واحد القضيه سمعتها قالها جعفر عطيفي في الصباح قال لك كتكون غادي للتيران كيجيك الجمهور قال لك جوج انواع يا اما داك اللي كيقول لكم الدراري حنا معاكم ربحوا اليوم هذوك كيموتيفيو كاين واحد الفئه كتجي عندك وافقسونا عاوتاني اليوم واصح شوف شوف عادي عادي يا منير عادي 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 تلقى الانواع وعادي والتدخلات وعادي يا منير ما نفوتوش الفرصه فخر الدين باش نحييو حتى لانه دابا جايين لا سلطات رجال الامن اللي جا الخبر البارح بسرعه يعني كان دابا تحركات زعما من البارح صعيب الحال وتبع الاصدقاء زعما الله يكون في العوان تحيه للناس اللي غادي ياسيروا هذا لي ماتش ديال اليوم وديال غدا لانه صعيب الحال صعيب شحال هذه ما شحال هذه ما ما جاوبت الشكل هذا ان شاء الله تدوز الامور بخير وغادي نرجعوا باش نتكلموا على مباراه الرجاء وحوريا كوناكري اللي غتبدا اليوم ثم المباراه الوداد والزمالك ثم نهضه بركان مع سيمبا نشير فقط ندير واحد نفتح واحد القوس على البطوله الاحترافيه لان بعد قليل غتبدا المباراه ديال اولمبيك اسفي مع الفتح الرباطي حتى هذه القضيه خلقات واحد المجموعه ديال خلقات واحد الجدل الجماهير سورتو المباريات اللي غادي تلعبوا اليوم زروبة. واش يحلوا واش ما يحلوا شنو غيديروا اسفي وقعت شي حاجه انه قبل ربما الفريق ما يقرر او البلاغ ديال الفريق الى غير ذلك ما عرفتش واش لحد الساعه واش كاين بلاغ ديال اولمبيك اسفي ولا ما كاينش شي يمكن شي جهات غير رسميه هي اللي كانت كتعلن في لي باج فيسبوك مثلا مسؤولين هكا متفرقين راه الدخول غادي يكون الدخول غيكون كنا كنتمنوا ان هاد كيف دارت واحد المجموعه الفرق مباشره بعد الاعلان على ان الجمهور غيرجع الفرق هي اللي تخرج بلاغات كيف خرجت الوداد بلاغ كيف خرجت المغرب الفاسي بلاغ كيف خرج شباب محمديه الرئيس ديالو قال بانه الجمهور غادي يدخل بالمجان يعني فرق هي اللي كتخرج كتعلن اولمبيك اسفي كان خصو يدير واحد حتى هو نفس المبادره وما يبقاش الامور باش ما تاولش لحسابات اخرى هذا بالنسبه لاولمبيك اسفي والمباراه اللي غتلعب في ملعب مسيره بسرعه فخر الدين اولمبيك اسفي الفتح الرباطي مع الربعه غادي يبداو ما خرج نهضروا عليها هي غتبدا دابا تعطي الوجه لا الفتح منير دابا هذه ديال مباراه ما كتشابهش فريق الفتح من بعد التعادل ديالو الاخير حقق نتائج ايجابيه قبل ثم فريق اولمبيك اسفي اللي ما ساعدهاش يعني النتائج منير مؤخرا وخا انه كيكون سباق وكيوصل للمرمى ولكن اخر مباراه ضد وجده انا قلتها باش نكون يعني كيف كنقولوا الصراحه ما كانش كيستحق الهزيمه وتقلب عليه ديك المباراه علاش لانه كان منتصر ومشى للبوطو في دوزام ميتون شي دو فوا باش يكروزي ليكار ويقتل المباراه ولكن كيف قال طالب الوقيته اللي كتوصل للمرمى وهذه ماشي اللي قال طالب كاع المدربين تيقولوها اون فوا ما كتماركيش غتمارك عليك سنا يتمارك عليك بالنسبه للفتح بعد الانتصارات المتتاليه والفران اللي دار لهم جمال اخر مباراه اللي كانت عنده رجاء فيها تعادل مع شباب محمديه كنظن منير بانه مباراة ما كانت سهلة راه كان يقدر ينهزم فيها راك تي كاش كاين جاب الله رجع في المباراة في دقائق معدودة قريب لا مع المغرب الفاسي تعادل مع المغرب الفاسي الماتش اللي غادي يلعب جمال السلامي يا منير ما نقولش انا جمال السلامي الفتح فتح عنده طريقته خاصة كيلعب بها الاكستيريور وسيرتو مع لو سيستيم جو اللي كيلعب به جمال ما كيعطيكش فهمتي شنو نقول لك متحفظ متحفظ الله يرضي عليك
صلاح الفتح واخا عندها نتائج ايجابيه خاص لامي يمشي بدون سبب. صافي ما كاينش. يلا سيدي هذا صلاح جي بي 05 قيل شي فصيل عم الله اخويا الله على ما اخويا الله على ما منير. دابا احنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام برنامج البطولة. بعد قليل في الجزء الثاني غندخلوا للمنافسات الإفريقية للأندية ولقاءات الرجاء الوداد ونهضة بركان. برنامج البطولة لا شدا يفهم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى. مواصلين معكم تفاصيل هذه الحلقة. يا سلام أفخر الدين طلقت المباراة في أسفي بين أولمبيك أسفي والفتح والفصيل المساند ديال اولمبيك اسفي حاضرين معمرين داك الفيراج زوين يا سلام. موحشين موحشين. بغيت نشوف لا رياكسيون ديال اللعابه. غيكون زوين غيكون زوين اللعابه و... كيفاش مع الجمهور و... وشوف منير غير شي حاجه اللي هي كانت نقصاتنا لاسباب ما عندك ما دير. الله يطف بينا صافي هادشي اللي كاين. ما هو انا نقولها ونعاود باش نختم بها. راه ما يمكنش مباراه بدون جمهور بحال هكا تقول لها. ما كاينش حاجه اخرى. هذا الريتم اللي شفناه هاد الايامات واش مرشح يتهز شويه مع لا شفنا منير حضور جماهير كبير واللي كان كيغضب على على على, على دابا اتونسيون دابا الحضور في الملعب راه تيكون صعيب على التلفازه. راه يمكن التلفازه كتعطيك شويه مع الشاشه وهذاك الشيء كيبان لك شويه الامور فهمتي كتشوفها بواحد كتقول يمكن 50-60%. دابا راه ملي كتدخل التيران خاص لو ريتم يكون طالع باش داك الجمهور تيعيش مع المحاولات وتيعيش فهمتي شنو نقول لك؟ فهمتك. راه هادشي عادي. الدقيقة الثامنة دائما صفر لميتلي بين اولمبيك اسفي والفتح الرباطي. نقراو بعض التعليقات ديال الاصدقاء ديالنا على قناة شادا اف ام في اليوتيوب. تحية لكم. عثمان جدير فالاخوان كاين بزاف ديال التعليقات انا غادي نبقى غادي معكم غير بشوية بشوية ولمن استطاع اليه سبيلا. عمر حنان تحياتي لكم جميعا ديما راديو شادا اف ام شكرا. فونتس ان قال لك بغينا لعابة برازيليين في البطولة. شتي اللعبة البرازيلية اللي هضر عليهم فخر الدين راه باش نجاوبو دابا الا بغى لعاب البرازيلي خصو يعرف شنو الكاليتي بغى مثلا. لا دابا اسميت السيد فكرني سميتو ما دارش الاسم داير غير فونت شي حاجة. تحية للكونت. الكونت لان الكونت كلشي عنده كونت صافي. ما عليناش يا مولير اش برازيلي بغيتي انت دابا كتفرج في البطولات ديال المانيا الانجليز يا كمولر خليج اين نوع من البرازيلي اللي بغيتي ديال المانيا وديال روسيا وديال هذا تقدر تجيبو هذاك راه المانيا وروسيا واش تقدر تجيبو؟ لا تقدر تجيب دوك اللي كيلعبوا في فرق كبار في البرازيل وكيمشيو للفرق ديال سميتو الارسنال وكيمشيو لهذا هذا تقدر تجيبو؟ لا تقدر تجيب واحد الفئه ديال معينه اللي ما نجحش في الله يرضي عليك واحد البلاصه وتيكون عاك يقصر يقدر بالريتم ديالك انت ينجح معاك. راه دي بريزيليان دازو راه ما كانوش خايبين. اميرسون ديال الوداد راه ما كانش خايب. وخوصي ديال قنيطره راه ما كانش خايب. وشينا اللي كان حنا عندنا في الوداد انا هذا ما عقلتش عليه. انت ما عقلتيش عليه جمهور الوداد اللي تفرج هذا غيعرفوا غيعرفوا اللي حيت هو ماشي شي حاجه قديمه راه غادي يعقلوا على هذا اللعاب هذا جمهور الوداد عارفين شينا تيعرفوه. خوصي ديال قنيطره عقلت عليه. عرفتي شينا هنا وحداك سعيد الزموري الله وهذا راه تبارك الله. عبدو كاتانيا كاين اللي باغي يستغل الجماهير الفقيره قال لك 150 درهم تقول تفرجوا في ليفربول. شوف بلا ما نزيدوا حنا في هذه الهضره الجمهور عندك اختيار يا اما قطع بلا تمشي وباقي التلفزيون كاين ومازال التلفزيون كاين وباقي التلفزيون كاين و150 درهم راه غير تريبي لكتي لا اسمح لي يا منير الجواب اللي غادي يضر ما يمشيش واللي مريض صحيح. واللي باقي مسكين ما عندوش الجهد ديال الملعب ولا هذا باقي يقدر يجلس ما جاوش فرضوا عليك مازال ان شاء الله الامور مازال ان شاء الله لي سبيكتاتور سون قال لك بور لي ماتش المهم لي سبيكتاتور سون اوبليجي قال لك بور لي ماتش كي سو ديرول. ما فهمتش السي عبد العالي ولكن اللي فهمت هو ان لوبليغاسيون بور لي سبيكتاتور باش ان لي ماتش يكونوا تري فور ان شاء الله بحال هكا مزيان مزيان ليزونكوراجمون هادشي اللي قدرت نفهمها السي عبد العالي ليزونكوراجمون حرويه بين رابحه كريم صدقو كيفاش
حوريو حتى هما غادي يلعبوا قدام قدام الجمهور. رئيس شباب محمدي رخص الجمهور الدخول للملعب بالمجان محمد بن سادات. هذه حاله خاصه للشباب المحمدي. الناس سمعت التصريح لان الشباب المحمدي ملي طلع القسم الثاني ما شافش الجمهور. يطلع من القسم الثاني الاول على الاقل يكون احتفال. يعني اول عوده للشباب القسم الاول من شحال هذه بالجمهور. فهنيئا الجمهور ديال الشباب الا كان غادي يدخل حتى هو ويشوف الفريق ديالو. شي واحد زائر ولا هدف لصفر للفتح الرباطي. بالفعل هدف منتصر الحتيمي. يلا دابا سوتينا شاف الفار كمونيرا الاكستيريور كان ضربة خطأ تلعبات ديفيات من قلب مربع العمليات مشات عند منتصر الحتيمي اللي في بلاصه سونتراج صيفطها. لا ماشي صيفطها المرمى يكون بغا يدير سونتراج ومشات بالخطا. لا ولكن مشات بالصفيح. انا تنشوفها ونحكم لك عليها صافي. بيان سير. ولكن الحكم باقي كيتسنى داير الدعاء. لا صافي مولاي الله يرضى عليك سير نكمل البرنامج. هذا هو اللي كيقتلني انا هو الفار. ندوز لحاجه اخرى. كذب عليك. يوسف الفجر كوياطيات الرجاء كاين كوياطي واحد دابا وكوياطيات الاخرين راه هضرتوا عليهم مزيان في الماتش الاول قلتوا راه مزيانين وباين ولكن شوف دابا ملي كاين الجمهور عند الامتحان يعز المرء او يوهان. ديك الساعه كلشي كاع اللي سالت في الدار البيضاء راه غادي يبان قدام سيرتو هذا الويكاند. هذا اللي فيه باقي فيه اللافه وبدايه من اليوم وغدا. المهم خلينا عندي سؤال فخر الدين وحتى الاخ مدير. هل هناك ايادي خفيه وراء اختفاء الاطر الوطنيه منهم لاعبين سابقين لتولي تدريب الفرق الوطنيه الكبرى وحتى الفئات العمريه للمنتخبات ونرى نفس الاسماء دائما على طول السنه؟ كاين لا ايادي لا اختفاء. كاين اختيارات. فوالا ناس كيختاروا عارفين ما كاينش ايادي ولكن كاين مخاخ. اختيارات. المخاخ المخاخ كتسمع بالمخ. كنسمع المخ. كنسمع بالمخ. هاد المخاخ اللي ولاو دابا هما اللي دايرين. محمد جمومي كل حاجه كديروا التبرير ديالها سبحان الله. اخويا كيفاش قال لك كل حاجه كديروا التبرير ديالها ديالاش انا وليد انا اللي بعدا واش اعطيني شي حاجه لا يعطينا بعدا. لا منير زعما كل حاجه كنجاوبوا عليها عندها مبرر. لا غير بلاتي غير بلاتي يعطينا شنو التبرير اللي لقينا اليوم بعدا ما نعرف في هذه الحلقه هذه يعطينا هو اليوم الجمعه. ومبروك عليك الا كنتي واكل شي كسكسو بالقرعه اييه باللحم وبغيتي تقرع علينا على ما كاين حتى شي مشكل. نبروه معاك ما كاين مشكل. انا كفخر الدين نقول لك بصحتك. انا نقول لك اخويا حنا هنا واش برنا الجمهور لقينا له التبرير ديالو. حنا دائما كنا كنقولوا انا وياك ملي كيسولنا الجمهور على الناس مساكن كيقولوا لنا الدخول تنقولوا لهم مساله بلاد سلطات بلاد خصك تعرفها بنادم. اليوم الحمد لله ملي تقرر الدخول للجمهور اش قلنا؟ ما قلنا والو. عادل برخوخ تحيه برخوخ عائله كبيره قريبه لينا في البلاد من العائله كاع. شكون تحيه سيمونية تحيه من عائله برخوخ. تحيه لعائله برخوخ كلها في المغرب في تنامروت في كندا في المانيا فين ما كان. تحيه لكم عائله كبيره عائله برخوخ. لا راه الحكم غادي يودل العصر واقيلا. لا راه فاليدا لو بيوت راه مشاو الناس صافي. التحكيم سيعاني بعد عوده الجمهور اكيد. انا بعض الاخطاء ما غاديش تمر مرور الكرام. فوالا وهالتوقفات ديال الفار ما غاديش تمر حتى هي مرور. احنا نتمنوا ان الحضور الجماهيري ينعكس على المستوى ديال كلشي ديال اللعابه ديال كلشي يتحرك. كلشي غيتحرك كلشي يتحرك ان شاء الله. الله على اين راه فريضه قال لك الا خاص الوداد حارس للعام الجاي كاين منير وبريك حارس سوخوس. انتريني بك مازال نحرس الباب. لا غادي نتريني بك. انت دابا كتيف الصخور شكون اللي كان معاونك؟ كيفاش؟ حيت كنتي مزيان الصخور الكرة كانت كتجي في الصخور. لا الصخور الصخور كانت قاصحة وسوداء. هي الصخور أصلا وسوداء. الصخور أصلا كتكون قاصحة. تحية للصخور السوداء الله يرحمها. تحية الله يرحم مصطفى الناجي. ديك اللعيبة ديال سير 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 تيران قال لك كتجي بلاتي. ديك اللعبة دي قال لك كتجي مع فخر الدين ومجيد وبوجمعة قصاب وفيصل عميق الدور وربيع العفوي ورضوان العلالي ومديحي وأنضامة وأيد العريف وبحافيظ وفوزي عبد الغني. سير 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 احنا في الكرياج ملي كتشد الكرة سير سير. وكلينا معاهم الليمون مساكن كانوا كيلوحوا لك شي ليمونة ولا ملي كتشدها لا كتبغي ديماري وكتسمع شي واحد على جوج. هذاك حكام الشرطة هو كيلقى مشاكل مع ذاك الجمهور ديال الكرياج. والله ما عمرتي غاديماري وكيقول لك الله يكثر خيرهم. عمرك تغدي ما عمرنا ما غنساو منير هذاك الشيء اللي عشناه
ما عمرنا ما غنساه. ورا داكشي وغنقول لك واحد القضيه، ماشي حنا غادي نجيو حتى الاخر على شي اخطاء وقعات ضدنا حنا ولا شي حاجه ونوليو دي رونكينيي. بالعكس الحمد لله، اللهم لك الحمد وزنا مع الناس وباقي كنتلاقاو معهم الان، كاينين 60 70 80 عام يشداك ويبوسك ويسلم عليك وتفرح به، تبوس ليه راسه، تقدر تبوس ليه يديه، والله العظيم كنتلاقى مع الناس الا تبارك الله وصلى على النبي، اللهم لك الحمد. الحمد لله الحمد لله. باش نجاوب السي العبداتي، قال لك السي مدير كاينين بزاف ديال الخروقات، كيهضر على التقرير المالي للوداد، ما نقولش انا خروقات ولا التقرير راه تنشر، اللي عنده الحق انه يناقشوا دابا ويهضر على الارقام المنخرطين المنخرطين ديال نهار الجمعه. حنا صافي هادشي اللي كاين عطينا، اوكي صافي امونا صافي عطينا عطينا هادشي، هادشي اللي قلتيه هضرنا فيه ذاك النهار. ايوا هو السي العبداتي راه عارف اش كاين، كاين لو طابلو فيه ولا فخر الدين ولا منير ولا هذا، الناس اختصاصيين منير هما اللي كيديروا هادشي اللي كاين اخويا. غادي ندخلوا للمنافسات الافريقيه البدايه من اليوم. لا لا واحد الماتش البارحه مولي دار بركان و لا مازال نجي ليه. ايوا نجي ليه نسيتي هذا. لا غادي نبدا بالشامبيونز ليغ عاد ندوز عاد ملي ندوز للكاف، كاينه بركان في الكاف غنربطها مع الماتش ديال البارح. الله يرضي عليك سبق لي الماتش ديالهم باش نتهنى منه انا. لا باش نتهنى منه غتهنى منه. لا خصني نهضر عليه لانه تلعب البارح وهذا باش هو يدوز سميتو ثم ندخلوا للتشامبيونز ليغ ديال المزروبين. لا لا الله يرضي عليك، الله يجازيك بخير، وخلينا نديروا التصويت. يلا سير دير التصويت. انا جبت 10 هما دابا قالوا لي انا 10 انت واحد سلموا ياك باش هادشي 8 بقاو جوج. مرحبا مرحبا منير، ما كاين مشكل. مرحبا تشامبيونز ليغ الرجاء وحوريه تكون هكا. يلا سير دابا ديتيني هكو واللي بغيتي. واحد قلت لي انت بغيتي انا باش نخسر لك خاطرك. انا ما بغيتش نخسر لك اليوم الجمعه. يلا نبداو بالشامبيونز ليغ. يلا سير شامبيونز ليغ مباراة اليوم الرجاء حورية كوناكري في مركب محمد الخامس. كونفيرماسيون دو كوا الرجاء يدوا كونفيرمي على دوك الماتشات اللي لعبات وعلى التروازيام ماتش ديالها ديال الشامبيون ضد يوسفيت برجيت. هي كاين ديما توجور مباركي مباركي وبكاري وبكاري اون اتوندون. ما عرفتش انا شكون هو المدرب اللي غادي يجي، الله يعاونهم هاد جوج ديال المؤطرين واصدقاء ديالنا اللي صراحه كنعرفهم شخصيا بحالهم بحال جميع اللاعبين ديال فريق الرجاء ولا ديال جميع الانديه المغربيه. اللهم كاينه صداقه الحمد لله كتربطنا وكاينه هذا، انا نتمنى لهم خير. انا ملي كنشوف شي وليد ديال الفرقه ما يمكنش ليا ما نتمناش ليه خير ونتمنى يكون مزيان وينجح. بحال ملي كان بوشروان جالس تما، بحال ملي كان السفري، بحال ملي كان واحد العدد كبير. اليوم الرجاء منير في واحد المنعرج هو هضرنا عليه اليوم هذا المنعرج منير وهو مواجهه حوريه كوناكري واستقبال الجمهور الرجاوي اللي كنعرفوا حنا هادو جوج الجماهير لا ديال الرجاء ولا ديال الوداد الحضور ديالهم مؤكد والحضور ديالهم مؤثر والحضور ديالهم دائما كان عنده تاثير كبير على شحال من ماتشات ما كانوش يقدروا يجيو بلا الحضور الجماهيري ديال فريق الرجاء والوداد. ماتشات صعاب دازو وما تقدرش تماركي ما تقدرش دير، ولكن هذاك الجمهور بالصيحات ديالو بهذا تجي داك كيس دي ستابيليزي لا ديفونس ميليو الحكام تيخلي له دوت لذاك اللاعب اللي كيكون باغي يمشي بشويه عليه. اذا انا كنقول اليوم بانه لا الوداد ولا الرجاء خصهم يكونوا سعداء على انهم تفتح لهم الملعب في واحد الوقت وفي واحد الظروف اللي هي صعيبه وصعيبه جدا، لانه لا فريق الرجاء ولا فريق الوداد عانوا من غياب ديال ديال ديال, ديال الجمهور. وكنعرفوا حنا بعض اللاعبين كيبغيو يديروا دوك لي بيتي بون كيبغيو يديروا هذا، خاص شي واحد يتفاهم معاهم خاص يدير. انا كنقول بان منير هو سيف ذو حدين اليوم الجمهور الجمهور سيف ذو حدين. لماذا؟ لانه خاص اللاعبين ما يتاثروش. ماتش ما غاديش يكون ساهل ضد حوريه كوناكري، حتى هذاك الخصم اللي جا اللي واحد بقيت هو كيلعب بدون الجمهور راه كاين عندك تكون غلطه منير. راه الناس غالطين كيسحبوهم هذاك الحضور الجماهيري كينفع غير الفريق اللي 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 هو مدخل. بحال دابا كنقولوا حنا الوداد ولا الرجاء، لا كينفع حتى الفريق الادفيرسير حتى الادفيرسير كيستافد من ذاك الحضور الجماهيري. وشفنا اكثر من مره ملي كتعطي الميكرو للاعبين تيقول لك كتلعب مباراه بدون جمهور ما كتحش فهمتي. حيت لا الوداد ولا الرجاء خرجوا تبارك الله لعبوا في تونس وخرجوا لعبوا في مصر بحضور جماهيري وراك شتي ما كيكونش عليهم تاثير. كيتبارك الله كيديروا دي بون ماتش. اذا خاص اليوم لا الرجاء اليوم ولا غدا الوداد يعرفوا بانهم راه رغم الحضور الجماهيري خصهم يكونوا موجودين. الرجاء خص لا كونفيرماسيون قلتي لا كونفيرماسيون لان 3 بوان 9 بوان 6 وتولي تناقش
الله يرضي عليك. لوريست علاش علاش تنقصوا باش غينفعك لوريست؟ يلا جاوبني. غادي ينفعك انك غتكونسونطرا شويه على البطوله هذيك الصحه والجروب ديالك في في لي ماتش. وهذاك المدرب اللي غادي تجي انا جايك لهاد النقطه هذه ديال المدرب. معك ما تجيني اخويا. لا لا غنجي. ما عرفتش كلي جاي. لا كاين الجديد تندوي على الحل دابا دابا. وكاين الجديد ايوا ما عرفتش انا ما البارحه سيدي تم الاعلان على المدرب عزيز العمري كمستشار. لا لا سمعته مستشار ماشي مستشار مستشار مدير تقني قال لك لا مستشار. ومستشار كيفاش؟ مستشار لدى الرئيس اللي اختل على راس اللجنه اللي غتختار المدرب. على يختار المدرب انا بان ليا غادي يزيدوا مع بوشعيب المباركي واحد دو ماتش تيكمل ديك ربعه ديالو. مدرب جا لانه الاختيار غادي يكون ما غاديش يبغيو يغلطوا عاوتاني بحال اللي فاتوا. ايوا السي عزيز العمري هو اللي غادي غادي يختار. هو اللي غيهبط. فين يهبط؟ لو بون. خويا انا ما اسمح لي انا تبع اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. انت كتقول قول انا كنقول انا خويا انا فخر الدين دابا حاليا كتهضر على شحال في الساعه؟ هذه 26 دقيقه. اش من 24 دقيقه. انا ضامن ما تغديتيش واقيلا. لا ما واش تغديت؟ لا مازال 26 انا في الدار تجاوبني انا في الدار 24 دقيقه. يبان لي بانه دابا هضر معايا على الرجاء بوشعيب المباركي. شوف منير هضر معايا على الرجاء فوري تكون راكري وبكاري صافي. انا في قاعده بحال هكا انا بروفيسيونيل. انا تقول لي راه كاين المعطي هو اللي غادي يهبط ولا عبد القادر داكشي ما كنامنش به يا منير. انا عزيز عليا نشوف ان شاء الله يطولنا الله العمر ونشوفه والله يرضي عليك. ديك الساعه ملي تسول فخر الدين ما تلقى جواب عندي. بغيت نشوف رشيد اش قال هنا تورينو راه حتى هو داخل معنا احتمال كبير حتى هو معك. نعم حتى هو ما عنده حتى هو ما يدار حتى هو احتمال كبير. تحيه لبا رشيد معاون معك. ايوا بلاتي عليك اوليدي سير الله يعاونك. نذكر فقط مباراه اولمبيك اسفي الفتح الرباطي 1-0 لفريق الفتح الرباطي الدقيقه 23. مباراه اللي غادي يحتضنها اكيد كاين واحد المجموعه الاشياء المرتبطه بلا بيتري الدخول ديال الجماهير من البارح لان القرار جا البارح والناس ناضوا كيجريو بسرعه كيف قلنا. هذاك ماتش محمدي راه على ما قال تامي مسكين قال لك راه ما كاينش فابور غادي يكون واحد دو تيكي جوج ماتشات متابعين. احنا قلنا تصريح ديال الرئيس وهو تتهامي هو ما عرفش منين جاب لي انا. لا انا خديت المعلومات تصريح ديال الرئيس. انا تهامي سبحان الله العظيم الله عمره دار كيعطيك شي حاجه تهو تبارك الله عليك. تحيه ليه تحيه. لا لا الله عمره عزيز عليا الناس اللي كيتجاوبوا معنا بحال هكا هو رشيد قاعد الناس العدد ديال الناس العدد كبير كيعجبوني كيتفاهموا معنا. ارى لي المباراه ديال غدا السي فخر الدين برنامج راه ديالهم هذا الله يودي وبلا بهم راه ما كاينش الله يلا. الزمالك والوداد والزمالك ديربي 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 ديال فريق الوداد. انا اللي كنتمنى ان شاء الله على نكون بنا الركراكي واللعابه يكونوا نساو قلتها البارح. انا خسرتوا الماتش ديال الحسنيه وخسرتوا ماتش ديال بيترو ما ماشي غنقول ما كاين حتى شي مشكل. الجمهور ما عمره ما كيقول ما كيتقبلهاش ولكن كتقني وكلاعب اللي شويه مارس الكره وشويه عارف انا الضغط اللي غيكون ساكن على اللعابه وعلى 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 وليد. انا بغيت وليد ياخذ الدرس إذا كان كيتصنت ليا صديق وهذا ياخذ درس من هذا من هذه المباريات كاع اللي دازوا ومن كاع دوك لي ديكلاراسيون بارك ويطوي الصفحة يطوي الصفحة وي ويدخل لواحد الصفحة أخرى ديال فريق الوداد. راه الوداد أموني ديما تنقول أنا المشكل اللي عنده هو الفراغ اللي كاين ليه ما كتلقاش معاه من تهضر حيت راه ما يمكنش رئيس يجي ويمشي في حاله وغادي يبقى عا مدرب في التيران تما ما كاينش مع من يهضر. خاصو ناس يكونوا جالسين حداه وتيهضروا معاه. راه ما خاب من استشار تنجلس معاك وتنهضر انا وياك. راه ملي كتلقى البايرن راه منير راه كتلقى واحد 8 ولا 10 اللي كنباوروا هو ناس والريمانيكي وكل واحد كيهضر. وهادشي راه كان في وعاش كان الله يرحمه كان وكاين غوارديولا نهار اللي بدا غوارديولا كيدير جلسوا معاه. شوف انا كنتمنى ان شاء الله صفحه جديده ان شاء الله غدا ديال الوداد. نعطيك واحد لو بيتي ديطاي حسب من قلب مقر الاقامه ديال الوداد البارح فاش تعلن على انه غيكون الجمهور اللعابه فرحوا. غيفرحوا. شنو لو شونجمون اللي غادي شنو الانعكاس ديال هذا الخبر بعد ما كان غادي يعطيهم اسمع عليا بعد ما كانت نوضح هذه بعد ما كانت الى حدود البارح المعنويات شويه غتكون نازله البارح مع شنو الانعكاس اللي غيكون ديال غادي يكون. انا شوف انا نقول قضيه غادي تكون مهزوزه دابا. علاش؟ لان عاوتاني ما قادرينش يلعبوا بدون جمهور والريتم غادي يكون وذاك الظلام
وفرقة داخلة عليك انت منهزم مورال ماذا على الاقل البيبليك ان شاء الله غدا ولكن عارف جمهور الوداد مسامح سيرتو كاع في هاد الايام السنوات الاخيره والله العظيم الى عاون الفرقه شحال مره والله يودي كيسامع وتيقول لك اسيدي ما كيبغيش يتخلق كاع الفرقه تيقول لك ودي حنا ما كاين حتى شي مشكل تقلق واحد الوقت شوف كيتقلقوا ولكن كيقول لك ملي كيجي شي ماتش ديفيسيل وفحال هذا تيشجعوا وانا عندي اليقين غدا راه غادي يدخلوا غادي يشجعوا دابا انا شوف منير الله يرضى عليك نصيحه عندي انا ما نطولش معك في هذا في النقاش ديال فريق الوداد لانه ولا دابا الامور ولات واضحه الدراري وجدوا راسكم دابا البيبليك ديالكم هو دخل عطيو داكشي اللي باغي وكي قلتي انت راه ما بقاش شي واحد غادي يتخبى راه اللي ما عندوش بلاصتو راه ما غادي حاجه اخرى مدرب صفحه جديده اول ماتش مع البيبليك الوداد صفحه جديده راه نتمنها هي الفرصه منير نتمنها تكون صفحه جديده مع 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 جمهور الوداد ومع كلشي نخدمو صافي انا الا قدر انا قلتها شحال هادي اي انت قلتها لك صافي لونطون ما كرهش انا شي واحد هو اللي يبدا ياخذ داك الميكرو كاع ويهني وليد من ديك لابريسيون ومن ديك سميتو بس تبقى ترونكيل لان دابا الضغط كينزل عليه هو الله يحسن العوان ومن عنده هو ملي كينزل كينزل على اللعابه وهذا هو اللي صعيب تيكون تاثير منير اذا بنادم خصو يتكونسونطرا دابا ان شاء الله لانه سيني با فاسيل تابعين لك ماتشات ديال البطوله ديال الشامبيونز ليغ وغدا ماتش اوفيسيال ان شاء الله وخصك فيه 3 بوان باش تبقى دائما عندك الحظوظ لان الزمالك عنده 2 بوان دابا ماشي باش تبقى دائما راه خصك دير 3 بوان باش اي منير حيت شي حاجه اخرى غادي تزير راسك جو سي اللي كاين في هادشي كله وهو ستا ماتش اللي وليد واللعابه والجمهور عارفينه حنا غنلعبوا مع الزمالك بحال بحال الاهلي بحال الترجي وداكشي هادو ما عندهم علاقه هادو ما كيهمهم شي هادو كي لا كيلعبوا قدام 40000 قدام 50000 ديجا عندهم الجمهور ديجا عندهم الجمهور وما كيدخلوا كيدير حنا نتمنى ان شاء الله جمهور الوداد غدا ان شاء الله بالحضور ديالو نتمنى بان اللعابه ديالنا ديال الوداد على انهم يكونوا في المستوى لا ويخرجوا من خرجوا من هادشي اللي داز هادشي اللي داز الله يرضي عليكم نساوه استقبلوا الجمهور ديالكم دابا ان شاء الله بصفحه جديده لا نتوما ولا انا نتمنى وليد غدا ينجح في الاختيارات وفي الشيما تاكتيك ديالو لانه تهدي راه مهمه منير يكون ان شاء الله قرا مزيان فريق الزمالك باش يعرف ان شاء الله ينتصر محمد قال محمد جمومي قال لك ضحكني الفريخ واكل الكسكسو قال لك راك عزيز انا كنتفرج فيك صغير ملي كنتي دخلتيني معاك الله يرحم لك الوالدين في دخلتي واقيلا بيرجيغولا ونستضونوا بين سيمونير تصور نديو مسؤولين مغاربه يسيروا الاهلي والزمالك ونجيبوا مسؤولين ديالهم للرجاء الوداد لسنه واحده فقط شنو غادي يوقع لا 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 ما يقدرش لا داكشي اللي غادي يوقع لا ما غيوقع دابا كاس مال شدايفام انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدايفام مواصلين معكم البرنامج بعد قليل غنتكلموا على كاس الكاف نهضه بركان وسيمبا من بعد علاقه من نهضه بركان مباراه نهضه بركان والجيش الملكي البارح انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدايفام توضيح بخصوص الموضوع ديال شباب محمديه كنظن انه كاين توضيح من شباب محمديه لانه كان شي تصريح غير اليوم كنهضروا على داكشي اللي صرح به في وقت الحماس هذا كاين الى تذكره وحده بلي كاين شي مباراتين راه كينفع داكشي واخا ما بيت في لوطيل وداكشي راه كيخلص ها دخول الجماهير كتنفع الفرق شري بها لنا شويه ودير بها داك سميتو قبح الله الفقر الحمام اللاعب القديم لا يقبله الناصري منخرطا اودي خليه هذا شوف والعام اللي فات فتح المخيرات وفي نهايه المطاف واحد 308 ديال الدراري ولا هما اللي انخرطوا يعني ما كانش الاقبال واخا تفتح الباب بثمن اقل خص يكون عندك الكلمه ديالك هذا هو المشكل خويا منير قول فخر الدين البطوله ضعيفه بالجمهور بالجمهور وبلاش ولكن نتمنوا خير في هذه المره هذه نتمنوا والفرق بينه وبين اوروبا كيف بين سمولرد واه بعدا ما تقارنش لا لا الله يرضي عليك راه الريتمات اللي كتشوف انت ديال اوروبا الماتشات راه غير البارح ختامها من شتي داك ارسولان وهذوك راه ما بغينا الجمهور قال لك الفريخ هو حلاوه البرنامج بالتوفيق لوليد في اول مباراه بهذا الحجم في حياته كمدرب الله يعطيك الصحه اخويا دار مباراه بهذا الحجم ولكن في الدار البيضاء مع الفتح فوالا ماشي مع ماشي كمدرب ماشي كمدرب ديال الوداد راه المدرب ديال الوداد والرجاء راه نقولوها مسؤوليه راه واش شوف
كاين من حنا اللي كنكونوا عشنا فيها زكي بن عبيشة داودي فخر الدين شحال واحد داس تما شريف شريف تبارك الله مصطفى وعدد كبير منير ديال البطاش والخلفي الله يرحمهم راه ما كاينش اللي ما كانتش عليه لا بريسو هادو راه حنا عايشين في الفرقه فرقتنا هذيك تنقولوا حنا وعارفين الخزايا وكل شيء وكنا كنلقاو مشكل مع البيبليك وهذا وهذا راه ما كاين حتى شي مشكل عادي. واحد تعليق زوين يا عبداتي قال لك لقد تم تجميد نشاط رئيس تشيلسي ابراموفيتش الانجليز ما عرفش بدا الخبر ولكن تعليق هو اللي علاش جمدوه قال لك بحال والو تسمع زياش داير اضراب ما مخلصش لا لا واش جمدوه بالبرد ثلج شحال من لاعب في الوداد والرجاء من عام اللي غادي يدخل الجمهور غادي تبدل ليه المشيه فحالاش زعما يبقى يبغي يتفرس عليه غير هادشي اللي قلتي راه لا لا ما يقدرش سيف ذو حدين شكون اللي كتبلا والو لا تبدل ليه المشيه في لا داكو فيق في الفيق على الله على الله ولا داك اللي غسى لا عرفتي علاش عرفتي علاش راه هاد الدري والله هاد السيد راه عنده الحق لان دابا هذاك الجمهور ما تيخليكش تمشي ما كيخليكش دير اللي بغيتي حيت تابعك من برا لا شوف ما تيخليكش دير قبل ما يدخل الكارتير لان كاع لي زاكسيون اللي غادي دير هو تابعهم من برا. غادي نمشيو للمنافسات كاس الكاف ومباراه صعبه اخرى لفريق نهضه بركان امام فريق سيمبا التنزاني. ما بغيتش تهضر على الماتش ديال بركان وجوج حنا غنربطو بهذه غنهضروا على بركان اللي غيلعب مع سيمبا لانه هو اللي ربح بالك وتتربطوا صافي شحال سيرس ندخلوا البطوله الاحترافيه دوره 37 الفتح الرباطي متقدم في ملعب مسيره باسفي امام اولمبيك اسفي بواحد لصفر. البارح مباراه اخيره لحساب الدوره 18 فوز نهضه بركان على الجيش الملكي بجوج لواحد. ايوا تكلمنا بها على جوج الفرق شكون هو اللي كنا كنقولوا منير بين سيندان والمطرح نهضه بركان ايبينغي راه هو اللي وقع ضربه جزاء. انا اللي غنسولك واللي البارح واش لاحظتي انت خصوصا ديال الجمهور ديال لي فار بريمير ميطون دو زاكسيون دو بالاريتي كانوا من الكورنير تقريبا كانوا كيتشابهوا وحده جبدها الحارس كانت غادي تماركا وحده ما كانش دونجور يعني 45 مينوت منير تبقى باش يعني 45 دقيقه منير هاد لونطريمون كامل اللي كدير ثلاث اسبوع وهذا المدرب وهذا باش كدير دو زاكسيون فين هما ديزاتاكون ميليو تيران وهذا ما عليناش واحد زيرو للبركان البركان لي فار ايزون ميريتي اون دوزيام ميطون لعبو مزيان شغل البوطو مرة أخرى سليم هو اللي تيفك ماشي أول مرة كيماركي بديك الطريقة عنده هذيك الضربة مزيانة كيتحمل فيها المسؤولية حارس ومن غير الحارس منير حتى الدفاع حتى هو كيتحمل المسؤولية الوقفة ديال الدفاع ملي ما كتكونش حاطه مزيان والحارس هذا ولكن ما نحيدوش ليه هو الضربة ديالو ديال رضا سليم قدر يضرب ضربة مزيانة وسجل الهدف ديال التعادل وبشاو بالراس الى شتي الى تفرجت يا منير كانوا دي زاكسيون عند لي فار مزيانين ولكن ما كانش لا ريوسيت كان شي خطا دفاعي كيستغلوا اللعاب بلا رابيديتي ديالو الخروج ديال الحارس ما عرفتش انا منير الحراس كيخرجوا برجليهم بحال داكشي الهوند افون كان كيطيح ما عندكش منين دوزها ما عرفتش انا فهمتك راه خلعنينا هادشي فهادشي اللي جاي مع هاد فتح الباب للحراس الاجانب وحال باقي غتلقى المغاربه كاع لا التدخل ديال انا حيت غيبدا التقييم على هاد الاخطاء هادو انا بغيت نسولك منير واحد العدد كبير ديال الحراس المغاربه كيمشي برجليه وكيعطيك بحال كيحل رجليه كيخلي لك المساحه فين تماركيها فين ما بغيتي تضرب الوغ كو هو لي جوور افون نقولها لك لي غاردان دويت كيطيح منير كيطيح الى طاح كيسد عليك ما كيخليش لك فين انت كيسد عليك الارض فوالا تمارك دوزيام بيوت شفنا استفاقه ولكن امتى في طومور اللي كان زاد الحكم وفي شفنا لي فار عاوتاني عاد بدات كتقلب باش دير تعادل مع احتمال على ان الغارديان ديال راك شتي خو المكان ديالو داكشي نظر بركاني كانت في اي لحظه زيد الثالث احسن ثلاثه نقاط داو بركان هما ديال البارح بالنسبه لي انا هزيمه اخرى لا سلامي غادي ت لا بالنسبه لحمد كتليه بركان لا ديال الجيش غادي تهبطوا مازال منير غادي تزيد
الجمهور ديال الفريق الجمالكي غيكون غير راضي، لانه انا بغيت نسولك كما قال ربيع العفوي شفناه هو كيفاش خدم ودافعنا عليه انا وياك هنايا، وكنا كنقولوا بانه ما عرفناش اش وقع. اش وقع اللعب من وراء التوقف ما تتعرفش اش وقع. ولا بغيتي نمشي معاك بعيد، انا اشنو انا راه تيقولوا لي مونيروكس كنقولها لك انا راه عندنا القضيه، راه المغربي اللاعب المغربي اصلا انا اش تشي ما كيجيش معاه تقول لي راه توقفت البطوله توقف شي شهر ولا شي حاجه، راه لونطريمون ما كتبقاش هي هذيك وما كيبقاش داك لو ريتم ما كيبقاش كينسى على الكره كينسى. نمشي معاك انا من بدايه الموسم كسر الموسم لي فار تروازيام باش كنا كنقولوا رجعوا المنافسات الافريقيه بدا الموسم بداوها الشباب القبيل بشباب السوالم والقبائل خلي هذيك دلتا ترزير لا تاهلوا بعدا في الدور الاول ولكن من الاول لو نيفو ما كانش والله سيدي شوف نسامح انا دابا عطيني دابا اكتيالمون هادي واحد اموا اش وقع في لي فار ولا جيت نقول لك دابا راه 108 دا ما بينهم وبين لا 15 بلاص غير شي 7 نقاط او قليله 8 فوالا هادشي اللي كاين. وبعد ما كنتي كتلعب على لا 3 كنتي شحال من ماتش كنتي غير تربح كنتي غتوصل. دابا هذه هي الحاله ديال فريق الجيش الملكي. نهضت بركان بان لك تعافى شويه ماشي تعافى دا فيكتوار بديكلاراج دو فان كيكون حتى هو اللعابه ديالو سمعوا الهضره فهمتيني بين منير كاين واحد لونغاج المدرب جلسوا معاه غادي يكون كاين حوار مونير حيت ملي تنجلس مع المدرب كنعطي المدرب مساحه وكنعطي اللاعبين مساحتهم كنحمل كلشي مسؤوليه. شنو الانعكاس ديال هذا الربح اللي ربحوا البارح على الماتش الجاي ديالهم مع سيمبا؟ مونير سي بيان ماتش صعيب عندهم مع سيمبا وما خصهمش يخليو فراغات لان ما يمكنش تونكيسي في دو ماتش سي بوان سي بوت هذا ما نحسبوش ديال البطوله ولكن هذا الفرقه اللي غيلعبوا مع مونير عندها دي جوور رابيد اللي يقدروا يخلقوا لك مشكل وكتلعب بالجمهور اللي غتلقى نهار الحد الله يرضي عليك وحتى ذاك التيران ديالك اللي صغير وزوين كيساعد زائد هذا البيبليك اللي غيدخل عندك اللي هو غضبان من شحال هذه ما عاجباش الطريقه ديال اذا واش غادي يصبر معاك ويعطيك المساحه الكامله على انك دير اللي بغيتي في ان دي ميور ولا في هذا ولا يقدر لا قدر الله تونكيسي ولا شي حاجه وينفعل عليك هذا هو المشكل اللي كاين. شنو هي النتيجه اللي غتكون مرضيه لنهضره بركان؟ انتصار موني مابقاش تقول لي انتصار ولا تعادل. لا كاينش انتصار موني حيت كاين اللي غيبغي يحسبها. انا الا سولتيني عطيتك الراي ديالي انتصار مابقاش تقول لي تعادل. ديال النقطه السادسه انتصار موني انتصار. هلا هي بالتوفيق لفريق نهضره بركان في منافسات كاس الكاف نهار الاحد غادي يستقبل فريق سيمبا التنزاني. هذا كان ربط مع نهضه بركان بحكم المباراه اللي لعب البارح. دابا غندوزو لباقي مباريات الدوره 19 واللي غادي تلعب طيله هذا اليوم وغدا السبت والحد. 5 ديال المباريات في انتظار 3 ديال المباريات المتاخره. اولمبيك اسفي دائما منهزم مع الفتح الرباطي ب1-0. المباراه اللي كتلعب حاليا وصلنا للدقيقه 43 من الشوط الاول ودائما تقدم للفريق الزائر. اليوم غادي تلعب مباراه اخرى مع 6 شباب محمدي غادي يستضيف سريع واتزم وهو ما على الورق بالنسبه للجمهور المغربي كتعتبر مباراه يقول لك سهله 3 بوين في الجيب هذه لغه بالجمهور ولا بلا جمهور؟ لا بالجمهور غادي يكون جمهور. انا اللي كنقول لك منير هو على واتزم الحاله ديال واتزم دابا انت كتعطيني جوج ديال فريق اللي هو مريض ناعس ديجا دابا في كلينيك فريق اللي استيقظ كيتحرك خرج شويه هذا كيدير دي بون ماتش الفرق شاسع الامكانيات البشريه الماديه اللي بغيتي اذا لمن غنعطينا لافونتاج للفريق اللي غادي نعطي الشباب محمديه الفريق اللي على خير خصوصا بالحضور ديالو ديال الجماهير ديالو اللي غادي يدفع هذوك اللاعبين. اذا انا بالنسبه لي منير واخا ما كنتيقش في الكره ما كنتيقش فيها وما عمري ما نعطيها داكشي اللي كتستحق لانه غداره كيف كنقولوا حنا الكرات ماتش ما كيجيش بها الماتش. انا غادي نعطي لا فيكتوار للشباب محمدي انا ما تنظن ما غاديش يضيع الفرصه ولكن فو فير اتونسيون بان هاد ليكيب ديال واتزم راه ماشي كاع ضعيفه حيت اللي ضعيف هو اللي تيخسر باربعه وبخمسه هو اللي كياكل ونير لا خسر بهاد القضيه الضعيف 4-5-0 فاسيلمون
اما الضعيف اللي كيخسر بواحد وكيدير واحد واحد كيخسر بجوج واحد هذاك واحد ما ضعيفش يربحك هذا راه مهلوك مهلوك مسكين باللول الانطلاقه ديالو وتغيير المدربين والامكانيات اللي كتوفر عليها هادشي اللي كاين. هذا بخصوص مباراة شباب محمدية وسرعة وتزم اللي غادي تلعب هاد اليوم. باقي المباريات غدا السبت ان شاء الله المغرب الفاسي مع المولودية الوجدية مع الربعة. هذا ستا ماتش يتشاف خصو يتشاف هذا راه نسولك هذا فيه 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 بزاف ديال المعطيات. نسولك على الفريق الزائر ايه هو المولودية الوجدية الوجدية بعد الانتصارات ديالو الى اي حد غادي يبقى ايوا شد شد هذا الشيء علاش الى اي حد علاش علاش امولي الى اي حد قولها الى اي سبت الى اي سبت الى اي سبت غتبقى تشدد الى اي سبت غتبقى تشدد هو هو ان شاء الله مع المغرب فاسي غدا غيواجه واحد الخصم اللي تا هذاك المدرب واللاعبين اتونسيون راه شحال هادي حنا كنقولوا كيقولوا لكم راه قادرتوا هذا ما خسرتوش راه خصك تربح وجيك واحد الخصم اللي محقق انتصارات خارج الميدان وداخل الميدان وواحد الحاجه اخرى عاوتاني ما تقلقوش عليه وتالي الناس طاير مع لا 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 اشنو المغرب الفاسي تا هو ملي طلع القسم الاول لاول مره غادي يلعب بالجمهور اي تا هو لانه فاش لعب بلا في المرحله الاخرى ديال قبل الصعود في ملعب الحسن الثاني يمكن يصح لنا الاستهام هنا واش كان الجمهور ولا ما كانش لانه طيله الماتش بارج مع التشيره ما عقلتش بعدا في القسم الثاني واش كعبوا الجمهور ولا بلاش با. ولكن اللي مؤكد انه في القسم الاول المغرب الفاسي اول مره دابا من بعد الصعود ديالو غيلعب ما كنهضرش على تهادو تا هاد الجمهور هذا تا هو عاشق ديال كره القدم تا هو غادي يعاون الفريق ديالو دابا كاع الجماهير الحمد لله ديال المغرب انا كنعرفها عشت معها عاشقه ديال كره القدم سيرتو الجمهور ديال المغرب الفاسي إلا كانوا غيلعبوا في حسن الثاني ولا في الملعب الكبير ما عرفتش فين غيلعبوا. راه هو كاين واحد السؤال عنده شويه علاقه بالفلسفه. مرحبا. واش الجمهور ديال ما قبل كورونا هو الجمهور ديال ما بعد كورونا؟ لا شوف منير باش بغيت تبدل. اعطيني شنو التغيير اللي غادي يكون. الجمهور اللي جلس في التلفازه وشاف بزاف وتبدلت النظره ديالو للكره غادي يدخل يبدا يطالبك بشي حوايج. كاينه شي حوايج كثر. كاينه منير كاينه انا كنت كنقولها لك حيت واحد العدد كبير كانوا كيدخلوا وكان التفرجه ديال التيران بعض المرات قليل اللي كيتكونسونترا عليك مع اللعاب. قليل التلفازه خلاتهم على انهم يشوفوا كل لعب على حده عامين زعما المستوى انا كنشوف اللغه اللي ولاو كيهضروا بها دابا الجماهير ماشي هي اللي كانوا كيهضروا بها افون ونشوفوا النعيم دابا ولاو كيعرفوا اللعابه اللي ما 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 عطاوش ما معاونينش راه بصح هاد القضيه منير نشوفوا الانعكاس ديالها على ارضيه الملعب كيفاش غادي تكون. مباراه اخرى غتلعب غدا حتى هي مع ستة اولمبيك خريبكا وشباب السوالم الرياضي. هذا شنو هادو بالنسبه لي انا كيتشابوا نورمالمون دابا اكتيالمو مع امتياز الشباب الرياضي السالمي من ناحيه سمعت مؤخرا بانه كاين شي ضغط على داك التصريح ديال الحيمر ما عرفتش شنو هو المشكل اللي وقع غادي يزعزع شويه وما بغيتوش بغيتهم يعاونوه ويوقفوا معاه وما ينساوش بانه راه غير انسان ما عرفتوش شنو هو اللي وقع لانه الحمد لله منذ الصعود هو خدام اليوم الى هما في هذه المرتبه الفضل تيرجع للمكتب المسير الجمهور اللاعبين والمدرب والحيمر لانه كما كانش تضافر ديال المجهودات ديال الجميع الفارق ما يوصلش. انا اللي كنتمنى على ان رضوان ان شاء الله يبقوا واضعين فيه الثقه ويعاونوه وتعاونوه حتى لا كانت شي حاجه وبغاو يكونوا شي فرق ماشي هي ديال الوقيته لانه تبارك الله عليه هو راه كيشتغل وواحد العدد كبير ديال اللاعبين راه هو اللي صار عليهم وجابهم وداك الشيء فالله يعاونهم. انا سمعت مؤخرا شويه بغيت نعيط ليه نسولو نقول لك لاباس رضوان لانه صراحه كان مولف كيتصل بيا ملي كنت في راديو مارس كيعاود ليا ويقول لي هذا انا كنبغيه انا شوف انا بحال هاد الوليدات لعبوا الكره وتبغيناهم يشتغلوا تا هما يديروا لنا وحنا مشينا ولا جلسنا ويجيو هما تا هما يمشيو ويجلسوا وما يبقاوش ويجيو هذوك الدراري المساكين تا هما يخدموا دبلومات يجلسوا كما قال هذاك السيد مسكين هنا وهذا المؤطر ولا هذا اللاعب المغربي ولا هذا ما كنظن ما عندنا لاش نبقاو فاتحين لي زيكول اللي كاينين في لا حتى هذه المدارس الكرويه اللي عندنا دابا في لي زيكيب. انا بالنسبه لي سدوها وخليو كل شيء يعتمد على الفريق الاول وحاجه اخرى فهمتي ما تتفق معايا مع اخويا بحال الموديل ديال شباب السوالم الكره اللي كيلعبها دابا زوينه
يعني ما زمينة. ما كرهناش زوينه دوك الفراقي مثلا اللي ما معنيينش باللقب ما معنيينش بهذاك الشيء. راه الحيمه النهار اللي غلط انفيستيو بحال هكا الحيمه النهار اللي غلط راه راه نشتيني نبهته ماشي غير هو اي مدرب في البطوله الوطنيه على الرح والساعه كيف كنقولوا فخر الدين خوهم انايا صاحبهم كيتلاقى ولكن راه ملي كتكون شي حاجه اللي خصني نقولها راه ما راه الناس كيعرفوني الحمد لله اللي كيعرف فخر الدين راه ما يمكنش ليا نشوف شي حاجه اللي هي خايبه وما نهضرش عليها. انا بالنسبه لي الحيمر دابا هادشي اللي شت اللي سمعت ما عجبنيش كنتمنى على انه الامور تصفى لانه انا اللي بغيت نحكم نحكموا على مدرب منير جوسكا ماتنا واش نتائج مزيانه ولا خايبه. واه انا بغيتك تجاوبني بصراحه واش مع صعود فريق وعطيتي لشي واحد قلتي لي راه في الدوره 18 غتكون كلاسي 5ام الله يرضي عليك صافي اسمح لي واش تسيني ولا ما تسينيش؟ اسمح لي يا منير اسمح لي اسمح لي هما فرقي كيتعذبوا عندهم تاريخ وفلوس وامكانيات احنا ملي كنقولوا التاريخ فلوس ما كنهضروش التاريخ بحال السوالف ولكن هادو راه سبقوا في القسم الوطني الاول مارسوا فيه سنوات وكيعانيو هما كيعانيو. نرجعوا للمباراه اولمبيك خريبكه دابا مع شباب السوالم بهذا الجيل اولمبيك خريبكه مع الصمد والراد وداك الوجه اللي كيوري اخر انتصار ديالو في طنجه تعادل فين وصل دابا الجواني؟ لا هاد الساعه ما كاين جواني لا بغيت نسولك انا ما تبقاش تقول لي دابا باقي كركاش مازال باقي وراد اونترينور ادجوان شكون اللي كيخدم لداخل في التيران؟ وراد لا لداخل في لي زونترينمون وراد اذا الجواني باقي ما كاينش كاع هاد الساعه ما كاينش اسمح لي ما عرفتش بور لانستون انا وراد في الحقيقه صراحه قلت لك ذاك النهار جيبوا ليه ليسونس من شي واحد قلت لك انا راه كيدير دي بون ماتش اخر ماتش اللي ربح فيه في طنجه في طنجه زعما تري تري بون ماتش فرقه واقفه وكيدير عنده الشوفه تبارك الله اللي كالم سير لو بون جو سي با مارتس نشوفوا فقط هو ماتش ما يكون سهل ماتش ما يكون سهل. الجوله الاولى مباراه اولمبيك اسفي والفتح الرباط انتهت بواحد الصفر بين الفريقين. المباراه اخرى المباراه الوحيده اللي بقات اللي غتلعب نهار الاحد ان شاء الله تاهي مع اربعه الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي في المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله وهذا خسر بعض القضيه كاين تاريخ هنا في هذا الماتش في هذا الماتشات هذا ما تحيدوش كاين تاريخ منير ما بين جديده وريفار كيخلقوا لهم مشكل مرارا ربح الدفاع الجديد في الاوج ديال العطاء ديال الجيش وهذا وكيكون دابا المشكله بالنسبه لي انا الدفاع الحسني الجديدي غادي يمشي هو مرتاح شنو سبب الراحه ديال الراحه ديالو خويا هو انه ديجا دير دي بون ريزلتا ما عندوش مشكل سي تري ديفيسيل بالنسبه للمدرب ديال فريق الجيش واللاعبين ديالو والضغط اللي غادي يعيشوه بالحضور نسيتي واحد القضيه انت داخل واحد الجمهور راك عرفتيه ديال فريق الجيش الملكي اللي راه معروف سبقتيني راه بغيت مازال نسولك عليه لا راك شتي اش كيدير راه ما كيقنعش ب بالتعادل وشفنا شحال مره دخل عدد كبير من المدربين انا كنقول بانه جمهور الجيش الملكي نهار الحد ما غيتسامحش مولير مع اللعابه حاجه وحده اللي غتكون الصلح ما بين اللعابه والجمهور هو الانتصار حيت هذا الشيء اللي كنهضر لك اللي كنقول لك هو الواقع ديال الكره ديالنا اللي كنعيشوا دابا غادي يدخلوا باش يشجعوا الفرقه ديالهم ولكن خاص اللعابه يكونوا موجودين وما عندكش خصم سهل منير الدفاع الحسني الجديدي مع بن شيخه مع الجوار اللي كاينين دابا فراسك راه بعض المرات في الماتشات يا اما كتكون في بالي انايا ولا حتى كتفكرني راه كنقرا البروغرام فاش كتبغي تخيل الماتش ديما باقي كتستحضر بلا جمهور راه كننسى باللي راه لا دابا صافي راه مولاي عبد الله غادي يكون تا هو عامر نسيتي تا هو باللافتات ديالو وملعب فاس تا هو غيكون عامر الناس متشوقه الناس متشوقه قال لك اسيدي بغينا فخر الدين مدرب للمنتخب الوطني الله الله اخويا الله يلا انا قلت لكم شحال هادي اخويا بغيت 10 شهور النوبه النوبه حيت شحال واحد داز تما ما دار والو عطونا حنا النوبه فرناندو ريدوندو قال لك خاص النفس وقوه الشخصيه تاع اللاعبين اه لمن لي فار كنهضر على اللي غيلعبوا بالجمهور ما حددش ليا الفريق اللي غيلعبوا بالبيبليك كلشي غيلعبوا بالبيبليك ولكن ثق بيا بزاف المعطيات غادي تبدل في هذا الماتش بلا جمهور كاين لعابه اللي غادي يتزاد المستوى ديالهم كاين اللي ما غيسبورتيوش لا بريسيون وكاينين اللي سالتين ما يمكن غتشوفهم هذه المرحله هذه ما باقيش غادي تشوفهم مازال اولا مولات الفخر كومو ايستاس
يوسف الدقاني كومو استاس موي بيان. تحيه طيبه لكم سي فخر الدين ديما وداد محمد قرسيف، تحيه وداد الامه، تحيه لك السلام عليكم الكابتن فخر الدين، جمعه مباركه. انا نعرف خويا معكم رضوان سعود من نيويورك. تبارك الله عليك فخر الدين، اشنو يمكن ليك تقول للركراكي على مباراه الغد؟ كنص رضوان ما سمعنيش، راه سمعنيش. انا عاود نقولها لي سير رضوان، ما سمعنيش. انساو المباريات كاملين، وبغيت غدا ان شاء الله تكون صفحه جديده لا الركراكي ولا اللاعبين. ومنين تنقول صفحه جديده للركراكي يعني بركه من سميتو، فهمتيني، من هذيك الضغوطات اللي عليه، لان شاك فوا تيكون عليه لا بريسيون، كيدير دي ديكلاراسيون تيخلي الجمهور في واحد الوضع، وتيخلي اللاعبين في الوضع، وتا هو مسكين تيطيح في هذا. الله يحسن العوان. انا اللي غنقول ليه، انا قلت لها السي رضوان، انا على قبلك غادي نعاود الوداد تنسى الماتش ديال الشامبيونه مع الحسنيه، وغدا ان شاء الله مع الزمالك بالبيبليك اللي غادي يكون حاضر، وانت كتعرف الحضور الجماهيري يديروا. دابا ما كاين لا فيزيك لا حتى شي حاجه، كاينه حاجه وحده المونطال وثم الطريقه اللي غادي يختار وليد الركراكي، عنده دور مهم غدا في هذا الماتش، لان خاص يكون عنده ان شوا، وثم تاكتيكمون خاص يكون قرا الزمالك، لانه غادي تلعب مع فرقه عندها لعابه بزاف لا سيليكسيون وكل شيء. انا كنت لاحظتوا تعمدنا ما نهضروش كاع على الزمالك، لانه ما بغيناش الزمالك راه باين الجمهور البيضاوي عارف لاعبين دوليين كل خط كتلقى فيه. انا ما غاديش نهضوا عليهم باش ما نجيش حنا نقوي عليهم هما، نهضروا على فرقتنا. لا فرقتنا، نهضروا على فرقتنا. بديتي بابو قابل غتسالي بأناجم وبن شرقي وبخرين، بمعنى مباراة مع خصم منير قرايه صلاه مباراه خص توقف عليها. نختموا بمنافسات القسم الثاني الدوره 21 واللي غادي تدور كذلك كامله هاد نهايه الاسبوع. اليوم بعدا كاينين جوج ديال المباريات اللي كيتلعبوا هاد الاثناء، اولمبيك التشيره مع شباب بنكره 0-0، والاتحاد البيضاوي الطاس مع المغرب التطواني 0-0. نهار السبت غدا ان شاء الله الكوكب المراكشي وداد فاس، شباب المسيره نهضه الزمبره، الجمعيه السلاويه لوزمو، الاتحاد الاسلامي الوجدي، الراك مع اتحاد تواركه، ستاد المغربي رجاء بن ملال، شباب اطلس خنيفره، الاتحاد الزموري للخميسات. واش المغرب تيطوني عنده فرصه عاوتاني فين غادي تيكروزي ليكا واخا الماتش شويه مع الطاس ان شاء الله مستقبلا نعيطوا لجريندو اييه يشرح لنا شويه ويقول لنا كيفاش كيشوف الامور، واش كاينه شي نيه ديال الصعود بحال اللي كنا كنديروا مع الحمام ولا غايقول لك عاكر نقول لك لا كنشطوا البطوله وملي تصعدوا واش غادي واش غتبقى في الفرقه ولا غتمشي نفس الفيلم كيتعاود سبحان الله هذاك الشيء عليا. شكرا لك فخر الدين، تحيه لك منير، وتحيه لجميع المستمعين، وثم حظ موفق لكلا الثلاث الفرق ان شاء الله اللي غتشارك في الكؤوس الافريقيه، لا بالنسبه للبركان ولا الرجاء ولا بالنسبه للفريق، وحظ موفق للجماهير وهنيئا لكم. الرجوع ان شاء الله يكون بالخير وما عرفت انا بعد الا تحت لي الفرصه بغيت نحضر لهاد الماتشات اللي غيتلعبوه هنا في الدار البيضاء اليومين بحول الله. شكرا لكم، شكرا لمراد شكرا لياسين، شكرا لياسين القائد ديالنا اليوم في اخراج حلقه اليوم. نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل، وبقوا دائما اوفياء لبرامج شدا اف ام. الى اللقاء.